متابعينا الكرام، متابعي موقع بصراحة، معكم محمد الجندي وقضية نصب جديدة. كما يقال أو كما يدعي الأطراف التي ادعت أن هناك عملية نصب عليهم، يعني اتعاقدوا مع شركة والشركة نصبت عليهم في الفلوس بتاعتهم في ما ينص أن أشواء سكنية أو مول تجاري، والفلوس دخلت فيما يقرب حوالي 900,000 أو مليون جنيه. قضية نصب جديدة كالعادة وأحداث متكررة. هنعرف منهم النهارده تفاصيل، وهنعرف الفلوس راحت فين ومن إمتى، وأول عملية شراء تمت إمتى بالنسبة له. طبعا بتشرف بيك، وقول لي اسمك بقى الأول إيه، وقول لي إيه اللي حصل معاك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا المهندس محمد عبد الوهاب، محمد أحمد عبد الوهاب. رحت شركة صروح العقارية هنا في العاشر من رمضان، كانت بتبني مول تجاري اداري. دفعت كام انت زمان؟ دفعت 512. قرب بس المايك عليك كده وقول لي. دفعت 512,000 من سنه كام؟ من شهر 10/2020. هتشتري بيهم ايه؟ كنت هشتري بيهم وحده اداريه عشان اعملها مكتب يعني اشتغل فيها. يعني مول تجاري. اه بالظبط، في مول تجاري هتاخد حصه ليك او حاجه، ولكن الفلوس فين؟ الفلوس اديناها لمسوق، هم كانوا قاعدينه في المكان. انت فلوسك فين دلوقتي؟ انا فلوسي دلوقتي عند شركه صروح. عند شركه صروح؟ عند شركه صروح العقاريه. يعني مفيش فلوس. لا رحنا لهم، حصلت مشكله بينهم، اختلفوا مع بعض على اساس ان صاحب الشركه قال لك ده بتاع التسويق سرقني، بتاع التسويق قال لك لا ده بتاع الشركه عايز يزود الاسعار، صاحب الشركه عايز يزود الاسعار. في الاخر فلوسنا احنا راحت فين مش عارفين. فلوسنا شركه صروح خدتها وطارت. احنا دلوقتي عايزين فلوسنا، مش عايزين فلوسنا، عايزين وحداتنا، لان الفلوس دي احنا دافعينها من 3 سنين فاتوا. يعني انت دافع من حوالي 3 سنين مثلا؟ من 3 سنين فاتوا. انا دافع من شهر 10/2020. دافع من شهر 10/2020. النهارده احنا في 10/2023، بقالي 3 سنين. يعني الجنيه اتعوم عليها 3 مرات. ال 500,000 دول يساووا النهارده كام؟ الاول كانوا يشتروا، دلوقتي يشتروا ايه؟ ولا اي حاجه. فانا عايز الوحده اللي انا اتعاقدت عليها. طبعا حضرتك قولي لي بقى ايه اللي حصل. ايه مدام فاطمه الحسيني محمود، انا حاجزه شقه باسم ابني ممدوح السيد من 3 سنين، دفعت 85,000 اللي هو الربع، وبعد كده دفعت اقساط، وبعد كده جه دكتور عبد الحميد وعدني ان انا كنت مستعجله جدا على الوحده في شهر من شهر 11 السنه اللي فاتت. دفعت ال 34,000 اللي هو دفعه الاستلام على اساس ان هو هيسلمني في شهر 6، اوكي اكون استلمت الوقت، دفعتها ودفعت اقساط. يعني انا دافعه لغايه دلوقتي في وحده 85 متر، دافعه بالظبط 192,000 جنيه. دفعه اقساط والربع ودفعه الاستلام، كنت مديها الامان تماما. كل ما اسالهم على العقد يقول لي ده شويه، ده بكره، ده بعد بكره، واحنا مدين الامان. انا دفعت الربع الاول في شركه صروح. طيب انت شايفه ايه دلوقتي في سكه؟ انا شايفه ان في حصل، ما هوش نصب، لا انا شايفه ان في اختلاف حصل بينهم وجه على دماغنا احنا، لان المفروض ان استاذ مروان هو بس كان يعني شغلته ان هو هيمضي على العقد وهم مسؤولين. انا اتفاجئت من 3 شهور ان هو كان في شهر 7 دكتور احمد وعدني ان الخشب هنجيب 8 مقاولين زياده في شهر 7. فعلا لقيت فيه 8 مقاولين نزلوا فعلا. انا يعني كنت متابعه. دلوقتي الحلم بقى سراب. شكرا. كده دلوقتي انا فين؟ فين ابني؟ في الهواء. ابني ازاي انا اقعد اساعده علشان يطلع يعني روحه وروحي انا معاه عشان اساعده، والاخر انا دلوقتي فين؟ انا قاعده متحصره عشان ابني ما عندوش امكانيه ان هو ياخد شقه دلوقتي، يروح فين؟ حرام عليكم. تقول ليه عملت اجراءات قانونيه يا حاجه؟ عملنا محضر بس قالوا دلوقتي الفلوس احمد هربان. طب احمد جه يقولوا لا مش من حقه ان هو يبني. انتوا بتتوهونا مع بعضكم ليه؟ هنا السؤال، انتوا بتتوهونا ليه؟ ومش معنى هو لما جه يبني يكمل في توقيت معين جه مروان قال انا عايز زياده اسعار والمبنى ده مش هيكمل واحمد نصاب. هو ما كانش نصاب ليه في الخمس ست شهور اللي قبلها؟ هنا السؤال، ما كانش نصاب كنتوا سايبينه ليه؟ لما هو نصاب سبتوه ليه؟ لما جه يحط عمل الخشب وقاعدين مستنيين الحديد تقوموا تقولوا نصاب؟ قلت لي مروان. مين مروان؟ صفه مروان اللي هو صاحب شركه الاخضر، هو المفروض يمضي العقد. امال ايه؟ طب ما احنا قلنا شركه صروح العقاريه اصلا هي المسؤوله. ده المعبن ورد الفلوس يعني فيها. بس
احنا ما نعرفش مروان. يعني انت رحت شركه الصروح دي ودفعتوا فيها؟ دفعنا كل حاجه فيها. دفعنا كل حاجه فيها ووعود بالاستلام خلاص كانت نهائي. فازاي انا نفسي عمل لي الخشب في شهر 7 ان هو الحديد جاي النهارده. النهارده ده يعني كلها عايزه تقولي مهديات في كده اختلافات بينهم. ما احناش فاهمين حاجه. والاخر احنا اللي دلوقتي احنا نروح فين دلوقتي؟ انا اروح فين بال 192 دلوقتي وانا دافعهم من 3 سنين؟ ولا طايله حاجه، ولا حد بيفهمني حاجه، ولا حد بيقول لي حاجه صح، ولا اي حاجه خالص. دي ناس بتبلع الفلوس ويكبروا على قفانا، بيكبروا من دم الغلابه. حرام عليكم يا دوله، يا دوله، يا دوله اسندينا، فهمينا نعمل ايه، نروح فين. وشكرا. قولي لي طيب انت بقى دافعه كام، وايه اللي قولي تم معاكي، وايه اللي حصل مسكي بقى انت كده، قولي لي بقى ايه اللي حصل معاكي. حضرتك كان في مره اعلان على النت عن شركه صروح العقاريه، والمكان ده معروف في العاشر من رمضان، ورحنا واتفرجنا لقينا مكان ضخم جدا وجميل باسم سيتي سنتر. فانا سالت عنه، قالوا ده احنا بنقدم وحدات ومكاتب يعني مول تجاري بمعنى اصح، في محلات وفي كل حاجه. رحت اتفرجت وعجبني الموقع وعجبني المكان وعجبني كل حاجه. يعني قلت هاخد اتعاقدت محل او اتعاقدت على وحده اداريه. تمام. 8600 جنيه انا دفعتهم كاش. تمام. فلوسي كلها اديت لهم عشان اخلص لهم ثمن الوحده واخدها كاش. تمام. وقعدت بعد كده في انتظار ان انا استلم العقد منهم. كل ما اروح لهم يقول لي معلش اصل في الجهاز احنا بنخلص من سكني لاداري، اصل الوحده دي كانت، الوحدات دي كانت سكني وبنحولها لاداري اللي هم الثلاث وحدات الاخرانيين او الثلاث ادوار الاخرانيين. فكل ما اتصل بيه يقول لي معلش احنا تتكلمي مع شركه صروح فعلا تم اتهامها في محضر رسمي ولا هي شركه صروح اللي انا رحت اتعاقدت معاهم واديت لهم فلوسي؟ هل شركه صروح قائمه الى الان ام تم اغلاقها؟ هي على ما اسمع ان هي اغلقت، بس هم ازاي على ما اسمع؟ ما المفروض ان حضرتك ليكي في عندها بتروحي مره واثنين وثلاثه. احنا عملنا محاضر بقى فيهم علشان نعرف هم ايه، وقومنا محاميين ومشغلين في قواضي بيننا وبينهم. وعايزين فلوسنا، عايزين الموضوع ماشي بسياق قانوني، عايزين الوحدات بتاعتنا، وعايزين نعرف احنا دلوقتي فلوس دي. لا ما احنا عايزين السنين ملهاش لازمه. احنا مش عايزين فلوسنا، احنا عايزين وحداتنا. وبعدين انا اصلا كنت مديه الفلوس دي للي هو الموظف اللي هو مندوب المبيعات بتاعهم. اللي بيتمثل في كل حاجه المبعات. عندهم مدير المبيعات، مدير المبيعات بتاعهم اسمه عبد الحميد، احمد عبد الحميد. اي كلام هتبقى انت حضرتك المسؤوله؟ ايوه طبعا. ايوه انا نفس الكلام، انا نفس الكلام اللي بيستلم مننا دكتور احمد عبد الحميد. عبد الحميد ده هو التعامل كله مع دكتور احمد عبد الحميد. التعامل ماديا اما التعامل في التعاقد؟ التعامل في كل حاجة. هو ده اللي قدامنا، الشركة بالكامل، مديرها ومدير مبعاتها هو الدكتور عبد الحميد. انا لما كنت بروح اسال دكتور من احمد لعبد الحميد فيبقى في اختلاف. الدكتور احمد عبد الحميد. تمام صح كده. كل ما اروح اسال مين اللي مسؤول هنا يقولوا الدكتور، الدكتور احمد، الدكتور احمد. فبناء عليه انا تعاملت مع الدكتور احمد واديته كل فلوسي وكتبت الوحدة بتاعتي وخدت استمارة حجز وخدت ايصالات بالمبلغ كله. والاخر كل ما اروح لهم يا جماعه لو سمحتوا ادوني العقد بتاعي، ما لاقيش حد بيتعامل معايا وكل عمال ياجل ياجل ياجل. سيتي سنتر اللي انا فيها برضه هي مين صاحبها؟ كمال الكتاتني. ما هو كمال الكتاتني انا نيو سيتي برضو. انا دافع الربع فين؟ عند كمال الكتاتني برضه. ايوه في سيتي سنتر. لا انا نيو سيتي صاحب شركه صروح. هي كلها مؤسسه، هي كلها صاحبها واحد بس اللي هو كمال الكتاتني. اذا كان وعاملين برج سيتي او نيو سيتي. الشخص ده اللي حضرتك بتذكري اسمه هو موجود ولا عايش؟ لا عايش وموجود والاواضي شغاله بينا، بس هو كل مشكلته ان هو عايز. قال لك اصبري واحنا لا لا خالص، بيقول لي الاستمارات كلها وما ردوش علينا من شهور. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لسيتي سنتر استمارتي موجوده معايا، بس الخلاف ان هو كل ما يتكلم يقول انا عبد الحميد ده ماليش دعوه بيه، مش تبعي. ازاي مش تبعي؟ اللي هو احمد عبد الحميد. ازاي وانت اصلا حاطه في المكان ده كلنا. وانا معايا ليف ويساد بصوته هو بيقول يا جماعه انا مش فاضي اتعامل مع اي حد، انا حاطط لكم الدكتور احمد عبد الحميد اتعاملوا معاه لان انا مش هبقى موجود معاكم في كل نقطه. هي دلوقتي المشكله فين؟ المشكله في عدم اكمال عمليه البناء ام المشكله لا فيه؟
بالنسبه لسيتي سنتر المول اتملى بالكامل سراب خلاص لا اتبنى بالكامل سيتي سنتر مبني بالكامل يعني سيتي سنتر ده مبني بالكامل انت نص نص ما اتبناش يعني الجزء بتاعك ده في الهواء خالص وفي يعني دوب اول دور كده انت في الهواء لكن كله انا بالنسبه لي اللي هو طب انت مبني انت ما استلمتيش ليه لانه طمع بقى بعمال بقى لقى المول ضخم قدامه واتبنى فجأة فطمع فيه وحط المشكلة كلها على مدير المبعات بتاعه وقول انا معرفوش انتوا اللي اديتوا لي الفلوس طب ما انت حاطط الموظف ده عندك انت دلوقتي في الكيان دوت حاطط موظف بيمثلك بيمثلك في البيع وبيمثلك في الشراء وبيمثلك في كل حاجة خلته الوقت في مكتبك في قلب المكان الموضوع اصبح في يعني اهبة القانون يعني في حيز القانون مع خلاص مع القانون تمام هل هو بقى بعد مثلا الموضوع بقى في تحمة القانون دلوقتي مثلا او في الهيئة القضائية لا. هل هو عرض مثلا عروض الحل ام لا خالص دماغه ناشفة ومعاند معانا يعني ما خدناش منه حاجة بالنسبة للحاجة ممكن يكون هو عرض لان الحاجة مشروع تاني مثلا في نيوبة عندك عشان مروان 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 في وسط الكومباوند والفيديوهات موجودة قال لك انا هزود مستعد انا اكمل معاكو وهزود 40% من السعر مع ان مروان ما هو صفته ان هو بتاع المباني صروح هي المباني مروان هو بس صاحب الارض فهو دلوقتي التعاقد ما بينه وما بين صروح ان صروح تبني يبقى انا بتعاقد مع مين مع صروح ما حدش يعرف مروان اساسا غير لما ظهر فجأة في الكومباوند ومشى المقاولين ومشى الناس والخشب معمول ومشى المقاولين بالكامل المول المول كان مشاهم المول كان شغال الحلم بالنسبه لك بقى عباره عن سراب هوا مفيش خلاص الدنيا واقفه لكن فوق في يوم مروان نزل الموقع الموقع كان شغال يا فندم والخشب كان موجود والحاج سيد كان موجود بقوته وكان عامل لي العماره بتاعتي ومطلع الدور وموعدني ان انا خلال شهر انا هستلم شهر بقى 3 سنين لا ده شهر ده كنا في شهر يعني لسه قريب 9 7 8 انت حاجزه من 3 سنين لا انا كان حاجزه من 3 سنين لكن انا دلوقتي انا مستعجله جدا انا هشتغل مع العمال وانت شغال انا فقال لي خلاص دفعت دفعه الاستلام والحاج سيد اللي هو من اسكندريه جه وعمل لي عمارة 92 عملناها في النص ما بين عمارة كده وكده ووفى بالوعد وعملها كان نايس على الحديد جاي وانا عندي تسجيلات وعندي مراسلات بتقول ان دكتور احمد بيقول ايه ومحمد مصطفى بيقول ايه والكلام ده كله بس الاستاذ حضرتك عرفني نفسك الاول وقول لي بقى ايه اللي تم معاك وانت انا عملت النصب شكلها ايه معاك زي ما هما بيقولوا ابراهيم احمد الرفاعي تقريبا نفس القصه كده ان انا برضه انا تعاقدت معاهم على وحده في نيو سيتي اتعاقدت المقر شركه صروح كان اول كان في سيتي سنتر كنا بنروح بندفع هناك الفلوس وتعاقدت هناك وعلى اساس واللي كان المفروض ان المفروض ان اللي كان مسؤول قدامنا واللي احنا كنا نعرفه في الاساس كان دكتور احمد عبد الحميد وكل الموظفين بتوعه انا دفعت تقريبا معظم الفلوس اللي انا دفعتها في المقر اللي موجود في سيتي سنتر في مول سيتي سنتر اللي هو المقرهم الاساسي الفلوس اللي دفعتها قد ايه انا دفعت 25% ودفعت يعني حوالي ال 25% 192000 من امتى من حوالي تقريبا سنه تقريبا سنه وحضرتك دفعت قد ايه دفع 570000 570000 ده ثمن الوحده الاداريه كلها صح ثمن لا ده لسه عليها 370 يعني هي عامله 800 وحاجه او 900 أيوه. صح كده أيوه. طيب انت يعني استلمت ولا ما استلمتش ما استلمتش وحدتك حاجه انا لسه عارف مكان وحدتي وقايسها بالسنتي يعني ده حلم بالنسبه لي ان انا احقق حلم اللي بجري عليه بقالي سنين ومستني انا لو كنت اعرف احمد عبد الحميد ولا اعرف اي حد تعاقدنا معاه ولا اعرف اي حد انا عرفته من خلال الشركه دي الشركه اللي اسمها صروح ما اعرفش غيرها جاتنا عن طريق اعلان في فلوسك فين فلوسي ما في شركه صروح اللي خدها مني دكتور احمد عبد الحميد سالت عن احمد عبد الحميد عشان اعرف فلوس رايحه فين قالوا ده دكتور احمد هو كل في الكل كارته الاستماره اللي مديها لي هو مدير المبيعات هو كل حاجه حتى اما كانوا بيعزمونا ان هو احنا من ضمن العملاء النهارده بقى لي 3 سنين فلوسك معاهم فلوسي معاهم حاجة خالص تمت اول مره لا هي الوقت كملت طب
طب ماشي فين؟ ما مستنيين بقى كل يوم يقول لك شهر 3 ونيجي على شهر 3 بقى شهر 6 وشهر 6 وهكذا. يعني المفروض يسلمونا من بدري، مفيش حاجه. طب ادوا لنا عقود، العقود بس بتخلص اوراق وفي دفع. طب انا ماله ومال الدفع؟ انتوا دلوقتي متاخرين علينا. عايز تستلم، يا تستلم وحدتك يا ده. انا لا مش عاوز فلوس. فلوس ايه؟ فلوس اللي فاهم ثلاث سنين مش هتعمل لي حاجه. فلوس لا شويه تفكر النهارده في البلد دي. لا لا لا. مش عايزها. انا محتاج وحدتي. ده اللي بجري عليها وبحلم بيها. طبعا كل متابعين موقع بسعسة ما شايفين كارثة، زي ما بيقولوا كارثة تتكرر هنا داخل المجتمع، وكما يقال أنها عملية للابتزاز، يعني لأن تم الاتفاق بينهم على سعر، وبعد 3 سنوات يتم وانتهاء المشروع يتم الاتفاق على سعر آخر وزيادة السعر للضعف. هنا القانون هو الحل، و الحل الودي إذا لجأ إليه أصحاب الشركة التي يتهمها تلك الأفراد بالنصب. شكرا كل متابعينا وإقامة بصراحة. كان معكم محمد الجندي.